هدي هدي. بالأول بدي اياكم تهدوا وتسمعوني، لأنه بدي أخبركم أنه ما في شي بيخوف. الوضع كتير منيح، يعني ما في داعي تقلقوا. ماشي منير، احكي بسرعة، قلبي مانو متحمل. سليم حاول أنه ينتحر. خال الله أهدي لك أختي، هو كتير منيح. هلأ طمني، اهدي اهدي، عادي اختي عادي، خلاص احكي لي الحقيقة منير، ابني كيف وضعه؟ هي هي الحقيقة، هلأ هو بالمشفى ورشاد عنده، لا تخافي. يلا اختي تركيه خليه يرتاح شوي، قومي. ألف الحمد لله على سلامتك يا ابني. مراد خليك. ما بدك تحكي معي، ما هيك؟ ما في أي شيء بينحكى. أنت ليش هيك عملت بحالك؟ كان ممكن تموت. لأنه أنا ما فيني أعيش بلاكي، أنت بتعرفي مرام، لهيك ما عاد تفرق معي. سليم أحسن ما عيش وأنت عم تشكي فيني. معقولة مرام ما توثقي بحب حياتك وعم تصدقي كلام ناس كذابين بدون يفرقوا بيناتنا؟ يا ترى أنت كنت رح تسامحني لو أنا ارتكبت خطأ ما بينغفر؟ بس أنا ما عملت شيء، وانت حابة تصدقيهم لهدوك الجماعة. أنا سألتك سؤال سليم، حط حالك مكاني هلأ، لو كنت سمعت هيك حكي عني شو كنت عملت؟ كنت ببهدلهم وما بسمعهم، وكنت سمعتهم كلام يليق فيهم. بس لما يكون الخبر منشور بالجريدة وكل الناس عم تحكي فيه شي تاني. أي حاجة بقى. مرام يلا مو وقت الحكي هلأ، تركي يرتاح يلا. لا وكل اللي صار صار بيوم عرسي وما لحقت افرح. ليش لا تصدقي؟ يلا تعالي تعالي. والله برافو، حتى أنا كنت رح صدقك. لا تضحكني، عم توجع. لازم ندير بالنا منيح وما نضغط على مريم، ما بدنا إياها تعرف شي. مزبوط، من غير شي هي أعصابها تعبانة وردة فعلها مو مضمونة. طيب بركي رجعت وحكيت مع فاطمة وعرفت منها شيء، وقتها شو بنساوي؟ ما بنسمح لها تحكي معها من الأساس منير. عثمان بدي روح ابني. يلا ماما جاية. تصبحوا على خير. وانت بخير. انت بقيان ولا رايح؟ بقيان. تصبحوا على خير لك. أنا سلم. عثمان؟ ايه؟ ما لازم تعرف فيسان عن اللي صار. إذا عرفت إنه مصطفى هو يلي أول سليم وكان قاصد، ما حدا بيعرف شو ممكن تساوي. ما تشيل هم، أنا بستأذن. احمدي ربك برقت على خير، تصبح على خير. إيه أختي أنا بدي أستأذن منك حاجة بقى، لا تبكي، الله يخلي لي إياكي. بيسان سليم بده حدا يراعي منيح هالفترة، كلياتنا لازم ندير بالنا عليه. وأنت خليكي قوية أختي. ضلي بخير حبيبتي. تسلمي. برداني شوفكن بكرة. أنا نازل لتحت شوي وبرجع. عثمان قلتلك شوي وبرجع، روحي نامي أنتي. ماشي تصبح على خير. وأنتي من أهله. حسينا عليكم لما فتوا. سليم بيك كيفه؟ منيح. هدول اغراضنا ضبيناهم. ليش مستعجلين كل هالقد؟ قلنا لحالنا بما انه روحتنا مأكدة منضب اغراضنا احسن ما لنا. مصطفى وينه؟ حكانا من شوي وقال لا تستنوني رح اتأخر. لكان ارتاحوا انتوا، بتكونوا تعبتوا من الشغل. الله يخليك كلك زوج. عن اذنكم. اذنك معك يا ابني.
شكله رايق ما؟ إن شاء الله على طول. بس لو أعرف شو صاير بينه وبين مصطفى كنت ارتحت. أوف، لوين بيكون راح هذا الثاني؟ ما بيعرف إنه عم نستناه. طيب لوين ما راح بده يرجع؟ شو بده يتركنا هون يعني؟ تعي هلأ خلينا ننام، تأخر الوقت. رجوان، هاي مرام. ألو حبيبتي، كنتي نايمة؟ لا لسا، يا دوبنا حطينا حالنا بالتخت. اليوم كان عنا شغل كتير، قصص وسيا. تعرفي انتي بنتي شو أخباركن؟ بابا كيفه؟ مناح. انتو كيفكن؟ وصلتوا؟ إن شاء الله عجبك الأوتيل يلي نزلتوا فيه. أوتيل؟ أمي نحنا ما رحنا لمحل. ليش؟ مرام شو بكي بنتي؟ شو صاير معك؟ شوفي ليش لسه ما رحتوا؟ ألو مرام، صارت معنا مشكلة صغيرة وما قدرنا نروح. شو يلي صار يا بنتي؟ سليم ضعفان، صار معه نزيف معوي. سليم صاير معه نزيف بالمعدة؟ شو؟ إمتى صاروا؟ أنتم مسافرين يعني؟ لا نحن ما سافرنا من أصله. يا الله منك، وليش ما خبرتونا لهلأ؟ كيف؟ وطمنيني. هلأ ما في شيء، الحمد لله صار أحسن. ما خبرناكم مشان ما ينشغل بالكم. هلأ أنتوا وين قاعدين؟ رجعنا، نحن هلأ ببيت أهله. حاليا ما فينا نروح لمحل أمي، بس ليتحسن منشوف شو منساوي. من الصبح جايين لعندك حبيبتي. لا ما في داعي تعزبي أبي، خليكم مرتاحين، هلأ صار أحسن أمي. بتعرفي أبوكي ما في يجي، بس أنا جاي. كيفه هلأ قوليلي؟ تحسن، تحسن كتير. ما رح صدق لشوف بعيوني. الصبح إن شاء الله أنا عندي. ماشي أمي. بيوم العرس مرضت مرام وهلأ سليم. تقول عينه صابتن رشوان؟ انت روحي بكير، بركي بحاول بلحقك المساء. مرام طلعي فيني. طلعي. مشان هيك أنا كنت رح أخسر ابني، ابني يلي هو أغلى إنسان بهالدنيا. زاد حقدي عليهم وما رح أسمح لهم يدمروا لي حياتي بنوب. رح أكون صريح معك أكثر، صحيح إنه ما بيهون علي فيك ولا بأهلك، بس طالما كنت رح أخسر ابني بسبب عندك وعجرفتك، إن صدقت القصة أو ما صدقتيها هي مشكلتك وما عدني سائل عنك. هذا قراري. بنتي المشكلة وضعنا ووضعكن حساس وما بيسمح لنا أبداً إنك تلعبي دور البنت الدلوعة. بتظن إنه أنا هلأ عم أتدلع هيك؟ القصة إنه هاي حياتي ومن القصة الأهم هي حياة ابني أنا، وكان رح يخسرها بسبب طيش حضرتك. قدامي أنا وقدام أهلك وأبوكي رح يطلع الحق عليكي. أعرفي كيف تتصرفي، لا تزمي الأمور أكتر مشان ما ينظر حدا. عن إذنك. اجيت لأخذ حبة وجع راس. رح جبلك حبة حياتي.